صباحكم الله بالخير وحياكم الله ويانا في حلقة جديدة من برنامج الديربي. حلقتنا اليوم مختلفة بعض الشيء، منورها شخصية غايبة عن الوسط الإعلامي والرياضي، ونتشرف اليوم أنه يكون متواجد معنا. نسترجع معاه الذكريات، نسترجع معاه المواقف، نسترجع معاه أيضا الأحداث اللي مرت خلال مسيرته الكروية. نرحب بضيفنا اليوم وضيفكم لاعب الدولي السابق الأخ العزيز جمعان العازمي، لاعب نادي اليرموك ومنتخبنا الوطني سابقا. حياه الله ونتشرف بتواجده معنا. حياك الله يا بدر وساعة المباركة. ساعتنا بارك الله يسلمك يا أبو سعود، وفرصة سعيدة ورحب فيك وفي أبو محمد وفي الكباتن وياكم، وهذا لنا فرصة سعيدة أن نطلع معكم في هذا البرنامج. أحنا الله يخليك. نرحب أيضا بضيوفنا اللي منورينا اليوم. على اليمين لاعب دولي السابق ومدير فريق القادسية الأسبق الأخ العزيز خلف السلامة، على اليسار العظيم مبارك الدوسري، وآخر الحضور لاعب الدولي السابق والمحلل الرياضي الكابتن أحمد موسى. حياكم الله أيضا يا أخوان وصبحكم الله بالخير. اللي حاب يشاركنا وعنده أي ذكريات مع أبو بدر، عنده مواقف، عنده أيضا أي أحداث وأمور تتعلق في نادي اليرموك نادية الساعة المباركة، هذه أرقام تلفوناتنا، حسابنا في تويتر، حسابنا في انستغرام، ايضا موقعنا في اليوتيوب. دائما نتشرف بمتابعتكم ومداخلاتكم واثراءكم لبرنامجنا. شكر لرعاتنا وداعمينا كيو 8 تريد مشكورين، الشكر لبني العميد، الشكر لمطعم سيامي وسطى، الشكر لاطياب المرشود، الشكر شركه النصر، الشكر لمطعم التسيمو، الشكر لكنافه وعجين، الشكر لدير اندير، والشكر لمعرض بريمير سبورت وكلاجي فوفو زيوس في الكويت. أمس أخونا أبو عايشة طبعا أكمل عام 42، نقول لك العام أنت بخير. بخير بس كل عام. لا أقول كيكة أريد كيكة غزك مبارك له بس يعني أقول بس. أول شيء تجيب كيكة ونجيب لك إن شاء الله. حاضر رد 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 رد. أول شيء تويت غلط، لأن هو مفروض أمس أطلع مو اليوم، عرفت يعني. نبي نزعلك. نبي نزعلك. أنا واحد. نبي نزعلك. أنت أمس المفروض تحتفل مع الأهل عيد ميلاد. لا ما بيحتفل. من قالك بحتفل مع الأهل؟ بعد المفروض. من قالك يعزمونكم. لا أنت بادر. أنا أقول لك والله لا أنا بطلع أحتفل مع الأهل ولا بادر. بس مو عرفت اليوم اليوم عشان ما يقدم شيء، عشان ما يقدم شيء هدية. لا أقول كملها بعد يوم خيس الجكر بيده. بعد. عادي. مشكور. منو بنفس يومك بعد؟ مارادونا. غير مارادونا. وفي الله يذكره بالخير اخوي فواز السعيد، هم يعني ارباوي متعصب. لاعبين منو؟ لاعبين والله ما ادري. عدنان الطلياني وياك ترى. عدنان اي والله والنعم. أيه. هذا شرف طبعا. اسطوره الاماراتي. شرف. حياكم الله ويانا. قبل لا نبدا وندخل في الحوار مع ابو بدر، اسمحوا لي طبعا خل في البدايه اشكر القضاء العادل والنزيه. اليوم لله الحمد محكمة استئناف برأتنا من التهم المنسوبة لنا من نيابة الإعلام أو من وزارة الإعلام، وبالتأكيد الشكر طبعا التهم موجهة خلال الحديث اللي صار في برنامج الديربي يعني للأسف. عموما الشكر لكل من وقف ويانا وساندنا، وعلى رأسهم أخونا العزيز المحامي فهد سعود الشايع اللي رايته بيضة الحقيقة، ومن أول يوم كنت تكلمنا في هذا الموضوع على طول في نفس الحلقة، وغيرهم الكثير، لكن بسعود جزاه الله خير على طول تطوع وقال أنا جاهز ومكتبي جاهز، واستلم المهمة الحقيقة من بداية القضية حتى اليوم في محكمة الاستئناف. معنا على الطرف الآخر من الهاتف بسعود، وهذا أقل شيء نقدمه، يمكن نشكره على الهواء مباشرة ونقدم له الشكر الجزيل، مو بس باسمي، بالتأكيد اليوم البراءة لكل العاملين في برنامج الديربي، من محللين، من ضيوف، من خلف الكنترول، من زميلي طبعا ابو محمد، لان اليوم حكم البراءه يشمل الجميع بالتاكيد. نعم. فبسعود والمدير ابو محمد. نعم بالتاكيد. بسعود صبحك الله بالخير، ومره اخرى شاكرين لك على وقفتك اللي ما هي غريبه عليك. صبحك الله بالخير يا ابو سعيد، وصبح على الاخوه الموجودين اخوي وعظيمي مبارك الدوسري ابو محمد واحمد موسى ابو عبد الله اللي نعزه ونقدره خلف السلامه، وارحب في ضيف البرنامج جمال جمعان العازم. الله يسلمك. بالبداية أبو سعود أنا أبارك لك وأبارك لنفسي. نعم. هذا الحكم وهذا
يعني قرار البراءة وحكم البراءة اللي كسبناه اليوم كسبناه لمبدأ احنا دافعنا عنه. جزاك الله. هي مبدأ الحريات والرأي والرأي الآخر. اليوم في برنامجك نشوف الرأي والرأي الآخر. في برامج أخرى نشوف رأي محتكر. فيا أبو سعود أنا أول شيء أنا اللي أشكرك وأشكر البرنامج الله والبرنامج على إتاحتي إتاحت الفرصة لي إني أنا دافع عنكم ودافع عن الرأي اللي مجرد من أي قيود. الله يسلمك. فأنا بالنهاية يعني أول شيء أو أشكركم بالبداية وأشكر المستشار محكمة الكلية سعود الصانع على حكم البراءة الأول وأشكر المستشار نصر آل حيد مستشار في محكمة الاستئناف على الحكم وإنصاف الإعلاميين اللي كنا ما نتمنى ولا نتمنى نشوفهم بالمحاكم الإعلامي دوره في البرامج وتثقيف الناس رياضيا وتثقيف الناس في الأمور الرياضية ما كنا نتمنى نشوف في يوم من الأيام إعلامي موجود في المحكمة إعلامي مساءل على قضية إعلامية إعلامي مساءل في قضية يعني راي مثل هالقضايا هذه. فالحمد لله ونشكركم نشكرك أشكركم أنا أنت لا تشكرني يا أبو لا سعيد. والله تستاهل يا أبو سعود يعني وقفتك وياي ووجودك في معاي في أثناء التحقيق في النيابة وقعدت معاي يمكن تقريبا 3 أو 4 ساعات يعني هذا الأمر تشكر عليه رغم التزاماتك رغم أيضا الأمور الأخرى لكن وقفتك وياي وأيضا يمكن مع أخوي أبو محمد لاحقا ومع كل الرياضيين لا ننسى وقفتك أيضا مع لاعبين نادي كاظم خلك جاهز ترى في عندنا 2 بعدني بعدين مستقبلا أول شيء هذا ما قصرت والله يا أبو سعود رايتك بيضة هذا واجبنا ومن الحين أقول لك يا أبو محمد ويا أبو سعيد وجدد لك الكلام مرة ثانية أي واحد في البرنامج أو أي واحد تابع لبرنامج الديربي أنا متكفل ومع مكتبي ما تقصر في أي الله. إجراء يكون عليه ما تقصر إحنا نبي بس وهذه يا أبو سعيد ما هي يعني تجمل ولا هذا لأن أنتم أصحاب رأي رياضي يحترم وندافع عنه مشكور يا أبو سعود أهم شيء نبي وقفتك صراحة وهذه على الهواء ناشدك فيها أن تتبنى موضوع يعني موضوع قانون المرئي والمسموع لأن بصراحة يعني اللي قاعد يصير يا أبو سعود أنت شفت ويانا انجروا عشان موضوع معين انجروا 6 معد مخرج محلل مذيع مدير قناة عشان كل من قالت في البرنامج فنتمنى تتبنى هالموضوع أنا بصدد العمل على هذا القانون وإن شاء الله بإذن الله أن ربي يقدرني وأقدر أني أسوي شيء للرياضة والرياضيين جزاك الله خير جزاك الله خير يا أبو سعود ومو غريب عليك مشكور أشكر طبعا باسمكم أعزائي المشاهدين واسمحوا لي خذنا هالدقائق لأن أرجع أقول وقفته أبو سعود معاي ومع الأخوان في برنامج الديربي صراحة يشكر عليها ومو غريبة على أخوي أبو سعود وعلى مكتبه والله يعطيك العافية وهذا أقل شيء نقدر نقدمه لأن أمانة يعني رفض ياخذ دينار واحد رفض يستلم مني اي شيء قال هذه وقفه حق الرياضيين ووقفه مع ابداء الراي المحايد فكل شكر لك يا ابو سعود ابو بدر صبحك الله بالخير صبحك الله بالنور وين مختفي ابو بدر والله هو ما هو اختفاء انا موجوده يتحضر مناسبات مناسبات ولكن على المستوى الإعلامي نعم أنا ولا على مستوى جدا ولا على مستوى على مستوى النادي يعني ما هو لسبب ولكن للأمانة احنا كنا ننتظر ان احد يجي ويقول تعال شارك معنا حاضر ما عندنا مشكلة نشارك يعني مرافض الفكرة ولكن ما اسعى وراء شيء ان أو تفرض نفسك أو تجيها بواسطة نعم. هذا وجهة نظرنا لا. ولذلك ما اشتغلنا فيه نعم. بس وبدر ترى الحين الوضع الرياضي عندنا ما في أحد راح يقول لك تعال لا أنت ولا أنا ولا خلاف ولا لا بلى ها بلى مبارك محمد شاف في مناسبة لا أنا أقصد الأندية لا لا, لا هذا الدور منه لا أنا أقصد الأندية اليوم ما راح يقولوا لك عندنا الوضع في أنديتنا اليوم
ما ينحق عيال النادي يقولون تعالوا والله نبيك تشتغل نبي تعاوننا نبي تبادر معانا بشغل بالضبط. بالضبط كابتن شنو انا وياك احنا لما نقول ما حد جانا مو معناها ان احنا قاعد نشوف نفسنا على الباجي طبعا. بالعكس المجال موجود والناس قاعد تشتغل والناس اللي شغاله الان في الانديه الله يعطيهم العافيه خاصه في الاوضاع اللي قد تكون الى ما هي مريحه يعني ولكن هذا يعني في مو بس جمال العزم كثير من اللاعبين القدامى ينتظر انه يجي لاحد ويقول له تعال احنا والله نبيك تمسك مدير الفريق نبيك تمسك مشرف فريق نبيك تمسك انا بعيد عن التدريب لان التدريب الناحيه الفنيه يحتاج الى شهادات ويحتاج الى الامر وقد يستعينون احنا ما نتكلم عن الموضوع ولكن اللي يسعى وراء هذا اللي يسعى اساس ياخذ مقابل مادي او يمكن المادي عنده اكثر من موضوع انه يخدم النادي نعم. محمد وين شفت ابو بدر؟ جزاك الله خير انك اي اول شوف ترى عندهم تجمع بنتكلم عنه والله صادفته عند اخوي حمود دحاني صب عليه بالخير ابو نجود دائما يجمع الرياضيين ورجل محبوب وصراحه تشوف عنده ناس حاليين صراحه نحبهم ونقدرهم وتجد الحضور يعني تشوف ابو بدر تشوف ان شاء الله عاد يسمع الكلام ويجي ضيف عندنا بعد مبارك مهنا النجم السابق ومدافع التضامن صادفته اكثر من مره تشوف لاعبين قدامه صراحه عند بنجود وحضور طيب ما شاء الله وهالتجمعات ترى طيبه انت اول ما شفته عرفته ولا والله ما عرفته ايه اول لعبه لان اخر لقاء يقول لك بعد التحرير وين مع نرفان ادريس مع نرفان ادريس الله يذكره ما ادري الله يرحمه ما ادري لا الله يذكره ان شاء الله موجوده الله يطول عمرها على خير وصلاح ان شاء الله فهذا اخر لقاء تخيل ايام نرفان ادريس يعني وين تذكر بعدين وبدر تغير نفس صالح عوض هذا مع نرفان ادريس هي طويه لا يا والله يعني كان برنامج مسابقات عدل كان برنامج مسابقات عبد الله صب عليه بالخير والله شوف على موضوع حمود بس في فرق طبعا باللقاء يعني المقابل نرفان وبين عبد العزيز عطيه في فرق طبعا ما في فرق لا والله الا في لكن هذاك برنامج مسابقات حمود احد الزملاء اللي كنا ايام منتخب 16 والتقيت في علي مهنا هذا نفس الطاري يجي مره ثانيه التقيت في كابتن علي مهنا في الاسكان نعم. قال احنا نقعد يوم الاربعاء كذي عند حمود فاعطاني المعلومه قلت له خلاص اجيكم كفو فلذلك انا نفس ما شفتك عند حمود قلت لي نبي قلت اجيك صادفت حمود يعني اجيك ايوه لا لعبت وياه اقصد اي لعبت انا كابتن لعيب 16 لعيب كان لعيب ولا حريف لان خلف يقول كان لاعب عادي لا لا لاعب حريف اكيد اي لا اخوه مساعد ترى لاعب زين ايوه حصلت له اصابه يعني بعد اذكر أيه. ترى وايد ناس على بالهم بسام العازمي اخو جمال العازمي ايه والله هذا بسام والله تشرف فيه اكثر من اخو ولكن ما هي علاقه عائليه هو مجرد انه بسام العازمي جمال العازمي علاقه في الملعب بالملعب نفس الفخذ ولا مو نفس الفخذ لا لا مو نفس الفخذ إيه اصلا كانت الازمه ايامها ذاك الوقت بمباراة يرموك وعطى جمال العازمي وسام العازمي حرام يعني كانت لازمة ان انت دائما وكانوا ثلاثهم يعني ثلاثهم خطرين وكان اعتقد بسام يلعب بالشمال الشمالي وانا فكانوا خطرين امام احنا ترى على طاري بسام ترى انا حاولت ويعني وما قصر وبدر انه يكون بسام موجود في الحلقه لكن اعتذر هو مدير مدرسه اعتقد هو مدير مدرسه وابن حلال ما عنده لكن اتفقنا ان شاء الله على موضوع الوقت شوي احنا اتفقنا على الحلقه الجايه ان شاء الله ان شاء الله يكون موجود ان شاء الله يكون موجود تشرف والله ان شاء الله اخونا علي شريف داس تغريده يقول كابتن جمعان من افضل ما انجبهم نادي اليرموك واجمل مباراه له ضد القادسيه كاد يتسبب بنزول القادسيه الدرجه الثانيه والله ستر بالثمانينات اخونا علي شريف مشكور احنا في 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 جريده بس على على هالنقطه احنا نعرف ان انت قد تساوي انت بتطيح القادسيه درجه ثانيه لا لا انا اميل للقادسيه اكيد مو اطيحهم درجه ثانيه انا حتى للامانه انا لما الحين على يعني على من قبل فتره بسيطه لما شفت اهداف اللي على القادسيه تفاجات بالمعلق يقول ان اليرموك رفع رصيده والقادسيه تم على النقطتين تفاجأت ان احنا بهذاك الوقت احنا اكثر من القادسيه بالنقاط يعني كانت مرحله وفتره اليرموك سبع لاعبين من تحت 20 يلعبون بالدرجه الاولى يلعبون دوري 20 متصدرين ويلعبون درجه اولى ما شاء الله فهذا اللي رفع كان هذاك الوقت المستوى ولا لو تقارن اللاعبين كنادي اليرموك واللاعبين نادي القادسيه لا شك ان لاعبي القادسيه نجوم يعني تفضل يعني لا يمكن تقارن انا كنت امسك فيصل الدخيل فانا صفر عن فيصل الدخيل بسام مقابله محمد الذائر وقتها كان عزيز حسن إيه يعني هذا الحكي احنا صغار شباب صغار ولكن بهذاك الوقت تا
تنزل لهم قيمتهم لهم قدرهم عندنا، ولكن لما تنزل هو لابس فانيل انت لابس فانيل انتهى الموضوع خلاص خلاص انا بغلب ما نزلت الملعب عشان، وهذا ما يقلل من قيمه الاخرين يعني ابد. لذلك في التسعينات اختلف الوضع وكنتوا منافسين في مواسم على الدوري مع السالميه. نعم كان في التسعينات يمكن اختلف الوضع شوي بس كنتوا منافسين. كنا منافسين 93 موسم 93 يمكن اي نعم اللي كان اخذ حصلنا على المركز كان المفروض ان نصعد، وكان في بعد بالكاس في لعبه حلوه كان تسببت بلنتي مع محمد مع علي مروي مع محمد الميان كانت مع القادسيه. لا اللي على السالميه بلنتي على المروي احتجيت وصارت مشكله. اي هذا انا ما كنت وياه. مو انت اللي سوى البلنتي؟ لا لا مو وياهم انا، كان ممكن بسام وشيء، لان انا عقب التحريم ما لعبت كثير، لعبت وبوخرت ما لعب يعني. ترى قالوا عازمي طق عازمي وعطى بلنتي يعني. لا 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 عازمي لا 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 علي علي يمكن جاء بسام بس يعني لا يمكن واحد ثاني بس آه. ما اعتقد انه مو عشان انه فيها طيق لا 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 ما عندي مشكله بس انه اتذكر لان عقب التحريم لعبت موسمين وبس بعدين وخرت قعدت بطلت موسمين وبعدين رديت تمرنت بالقادسيه ولعبت سنه بالكويت فتره موسم واحد وبعدين دشيت التسجيل رجعت للاصابه وبطلت. طيب خلينا نشوف في لقطة مجهزينها لنا الإخوان، هي تشكيلة الأسبوع كانت طبعاً من من الأمور اللي ينتظرها الجميع صراحة. تشكيلة الأسبوع على جولتين، خلينا نشوف مع بعض. يمكن مو واضحة يا إخوان ترى التلفزيون بعيد، لكن أتمنى يحطها فول سكرين مخرجنا. أي مشكور هني كذي أوضح. طبعاً الأسبوع الرابع واللي قبلها والله ما أدري أي أسبوع، لكن شوف حسين المشيمي الحارس الرابع هذا هني اللي على اليسار حسين نعيم و الحميدي حمد سامي حشاش وعامر ياسر عامر ياسر فيصل الدخيل بسعود. هذه 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 كانت تنزل في جريدة الأنباء صحيح. الـ 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 الغريب فيها مو عن شيء، انا بالصوره اللي على اليسار هذه كنت مهاجم جنب حاطين صورتي جنب عبد العزيز العميري في واحده من هال الاختيارات هذه كان نجوم الكويت وحاطين مكاني فاضي بدون صورة، ما كان أحد يعرف أني كنت أول ما صعدوني من 17 للدرجة الأولى أذكرها والله. الغريب الشيء الثاني أنه شوف في 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 الصورة الثانية أنا في مركز دافع وهناك مهاجم. غريب هذا شيء مو عشان شيء مو عشان جمعان العازمة، لكن أنا كنت بدايتي كانت مدافع في منتخب 16، انا كنت كابتن منتخب 16 مدافع بعدها بسنتين كابتن منتخب 18 مهاجم اللي لعبنا تغير. هذه لها قصه عجيبه كانت يعني مركزين عكس بعض زين. هني كنت صج مهاجم يعني هني بدايتي كانت كنت مهاجم اللي مع كنت مع عبد العزيز العنبيري وعزيز حسين، واللي هني اللي تحت عسكر كنت مدافع. الفكره منها بغض النظر عن منو الشخص، انا ما اتكلم عن شخصي، ولكن انا يعطيك هذا نوعيه اللاعبين اللي بهذاك الوقت انه ممكن تشوفه في اكثر من مركز، وهذا مر على الكبات يمكن يدرون انه ممكن تشوفه باك ممكن تشوفه مهاجم حسب شلون. قول بعدين اقولها ولا شو اللي شنو اللي صارت التغيير ما بين 16 و18 لا من بين الدفاع و ليش المدافع الى مهاجم. هذه هذه قصه بحاول اختصرها بسرعه. رجعنا من المنتخب كنت انا في عز لياقتي راجع من المنتخب، رجعت اليوم الاربعاء كان الخميس عندنا مباراه تجريبيه حق تحت 17، كنت انا صاعد من 16 17 مدافع. مدربنا بلغاري كان يدربنا من العام من 17 كان يعرفني ياخذني يستعين فيني كمدافع. لعبنا مع الساحل غلبونا 3-0 الجيم الاول، والفريق ما عرفه في ناس جدا اول سنه في 17. قعدنا كان اقول لك كابتن ممكن العب مهاجم ميس المدرب، قال لي تب تلعب لعب مهاجم 3-0. غيرنا التشكيلة من ربعنا اللي نعرفهم كان الله يذكره بالخير عثمان، كان جاينا فواز العنزي من الساحل هذاك الفترة. غيرنا التشكيلة لعبنا الجيم الثاني غلبنا 5-3. والله انت كم قول جبت؟ قول 4. كان عقب ما رجع للنادي كان يقول بس هذا كان فارق لي اغلى لان كنت جاي جاهز من المنتخب. نعم صحيح. كان يقول لي مدرب الغاري قال شوف بعطيك اتفاق العبك مهاجم، انت تحب تلعب مهاجم؟ قال لي العبك المهاجم على شرط اذا قوى الفريق الثاني جول قوى جولين، قوى جولين قوى ثلاثه يعني تشجيع. وانا ترى بهالسن عمري 16 سنه شوف المدرب شلون تعاطى مع التعاطى. وقال انا راح ادربك كمهاجم، فعلا كان يقعدني عقب التمرين ويدربني يدربني تحولت الى مهاجم. الغريب فيها شنو؟ تحت 17 لعبنا 10 مباريات متصله بهذه المباراه
أنا قبل 24 جول في 10 مباريات. كان عندنا مدرب برتغالي بالدرجة الأولى يقول حق الله يذكره جواد خلف كان رئيس النادي يقول له هذا لازم يصعد. قال له ما يصير عمره 16 سنة. قال لا هذا يصعد درجة أولى. من سادس لعبة للعبة العاشرة صعدوني درجة أولى. ما شاء الله. درجة أولى ضعت بس أركض. صغير لأنه صغير يعني أركض وراء اللاعبين. أذكر كنت أمسك ناصر الغانم. ناصر الغانم لاعب خبرة. أوقف يما أطالع الكرة وهذا من الأخطاء اللي تصير عند اللاعبين الصغار. طالع الكرة هو سحب نفسه صيدون كرة كاظمة الدورة ناصر الغانم بعيد لأنه خبرة لاعب الخبرة شلون تتعامل معه. صحيح. فهذا تحولي منعها لعب درجة أولى كنت أركض بس 20 كنت قوات 6 أقوال. الموسم اللي وراه بالعشرين أنا هدف الدوري خذنا الدوري. وعايشة وعايشة أعتقد نفس الموقف صح. أنت كنت بداية الدفاع. أنا كنت الله يرحمه غمد روح لين الكابتن بثامر سند الرومي رحمة الله عليه. أعتقد سعد الرومي كان أخوه سعد عندنا كنت ألعب. أنا أساسا كنت مهاجم بس كنت دائما المسك وان تمان فهو يا وحطني غلب دفاع وكنت أنا دائما الضايق يعني وعصب ويعني رحمة الله عليه وتصير بيني وبينه يعني مشادات إيه عرفت. وكان هو في شيء بباله يقول لي أنت ما راح تدري الحين بعدين راح تدري. بعدين فطنت وكنت أخذ الكرة من غلب الدفاع ويمكن يعني مبادر يدري وتغزل وتلعب وتقول وأنا غلب الدفاع وكنت أقول ما كنت أمسك عرفت. فبعدين لما كبرت عرفت إنه هو كان يقصد وجودي بهالمركز عشان الرغابة تخف علي وكذا. وفعلا بعدين على طول بعدها تحت وانا تحت 16 صعدت الفريق الاول. يمكن النقطه اللي قالها ابو بدر ان انت لما تصعد الفريق الاول تكون ضايع وهذا فعلا هذا واقع لما تكون لاعب صغير. كان عندنا بذاك الوقت مدربنا بوبي كامبل وانا كنت بلعب هجوم فيا قال لي بلعب يكون شمال انا مضايق. قال لي ادري انت ما تبي تلعب هني بس هذا المكان افضل مكان لك بعمرك لانه بعيد عن الزحمه بعيد عن نص الملعب بعيد عن انت تاخذ الكره هني ودائما ناحيه الشمال او ناحيه اليمين الونقات يكون لاعب بلاعب من السهل انك انت تعدي تراوغ. ففي مدربين يعرفون يستغلون الامور هذه. ابو عبد الله انت بدايتك كلها مهاجم ولا لا؟ لا كنت العب وسط شمال وسط. ايه طبعا بدايه رحب اخونا ابو بدر يمكن جزاكم الله خير خلتونا نشوفه ونستذكر الجيل الجميل من الفرق اللي اليوم نسيناها اللي رموك مع كل احترام وتقدير الفريق اللي رموك اليوم انا الحين حاليا ما اذكر ما اعرف ولا لاعب لما تقول لي مع كل احترامي وتقديرهم. لكن زمن الجميل اليوم نشوفهم في نجوم الاسبوع الساعه لما شفنا بسام العازمي جمعان العازمي عبد العزيز الهاجري هذول وين كانوا؟ حميدي حمد حميدي حمد مريفه يعني هذول وين يلعبون؟ نادي فحيل نادي اليرموك نجوم الاسبوع. دليل ان هناك كانت الانديه هذه فيها نجوم. فهذا اللي انا متحسر عليه يعني كان يرفع مستوى المنتخب فعلا احمد اليوم بتقول اليرموك ونادي فحيل هذول نجوم الاسبوع فما بالك الانديه الثانيه القادسيه والعربي هذول شنو وضع؟ انا اشكركم انكم خليتونا نتذكر الكابتن يعني ونشوفه وخلي الجماهير تعرفه. يمكن الوقت السابق ما كان في نفس الاعلام الحالي صحيح الكثير يسمع بس ما يعرف الجمعان وين كان يلعب شنو سوى وين كان. فشكرا لكم ونتمنى ان شاء الله يا رب نشوف كثير من النجوم خلتونا نشوفه. وفي نقطة وايد مهمة عبد الله ذكرها اخوي جمعان بدر المنتخبات السنية كانت تضم لاعبين من اليرموك من الساحل من كل الأندية ما كانت مقتصرة على ناديين ثلاثة ليش واقع الحين لأنهم كانوا مميزين طبعا إيه؟ لأن النادي اليرموك كان فيه لاعبين مميزين نادي الساحل فيه لاعبين مميزين. لا وأنا شوف أنا ألوم أيضا ألوم الأندية عبد الله لازم ألوم مو بس الأندية صحيح. شوف كل نادي يبي ياخذ لاعب مميز لكن الوم الانديه الصغيره اللي قاعد تطلع اللاعبين المميزين حق بعض الانديه صحيح. فبالتالي قاعد تشوف كل لاعب منتخب من هالناديين او ثلاث انديه فقط لا غير يعني. طيب اخونا عبد الله الدوسري داس تغريده طبعا لاعب نادي كاظم المنتخب الوطني سابقا يقول مبارك الدوسري مشكور استدعائك جمعان العازمي ذكرياتي معاه كثيره في منتخب الناشئين والشباب كان من افضل لاعبين قلب الدفاع بس ايش غير هجوم ما ادري اعتقد قال القصه الان وعرفت قصة تغيير المركز يا أخوي عبد الله ونبيك ضيف بعد مثل ما محمد والله أتمنى يكون مشجع يعني ترى عبد الله الدوسري بخيل بين قوسين وكثير من اللاعبين القدامى بخيلين في الظهور الإعلامي صح. وأنا عبد الله ترى دائما أكلمه والله أطلع معانا يا بالعكس في ناس والله يا أبو بدر بالذات عبد الله الدوسري وأبو بدر والناس اللي حصلوا على النجومية بس صادقين لا والله إن الجمهور دائما يطالب نبيه اكثر من شخص واجهه برا وين عبد الله الدوسري وين عبد الله صحيح. فان شاء الله عاد بعد هاللقاء تشجع انت يا ابو بدر انا اوجه لهم رساله حق عبد الله وحق الاخوان اللاعبين الاخرين
تعال اطلع ما عندك مشكلة اطلع بين حق الناس وتحكي ما عندك مشكلة ولكن في حدود وفي إطار الاحترام والشيء اللي ينفع ويفيد. هو يقول ذكرياتك معاه كثيرة نبي ذكرى. إيه هو ذكرى. إحنا كنا في منتخب 16 كنا من الناس يعني فيها لازم شياطي. المقالب هذا إيه. ولكن الأشياء المشكلة أن هذا ما تنقال على التلفزيون. الشغلة الثانية اللي ودي أوضحها قالها توه الكابتن اللي هو يا جماعة اللاعبين الأندية الصغيرة أنا كنت كابتن 16 والله كنا نقول حق ربعنا اللاعب الأندية أقول حق لاعب النادي الصغير لازم ياخذ يعني ياخذ موقعه إذا يبون مستوى 100% لازم يكون مستوى 200% عشان ياخذ موقع في المنتخب. الأندية الصغيرة وضعها يختلف عن الأندية الكبيرة فلذلك أنت لازم تصير 200% عشان تاخذ مكانك إذا تبي تلعب أنت في نادي صغير تلعب تثبت. ولذلك كان أذكرها يعني كنا هذا كان أوجه حتى حق ربنا وقت أيام منتخب 16 احنا كابتن انت لازم يكون عطائك اكثر عشان تاخذ مكان في الفريق. نعم بنوريك صوره ابو بدر نبي بس تعرفنا على المجموعه الطيبه. هذا منتخب منتخب 19 نتعرف عليه من اليمين حسين مشيمي اللي واقفين حسين مشيمي ايمن الحسيني عبد الله الدوسري احمد الحمدان احمد عبد الحميد احمد عبد الحميد نعم هذا انا اللي قبل الاخير بعدين وليد نصار واللي قاعدين وليد الباء بتال اللي هو على اليمين تحت واحد. الحارس اي وبعدين ما شايفه الواضح الاخ اللي من بتال اي نادي كان تضامن تضامن وبعدين وليد بريتشي وترى النظر وبراك مجهول من الجهره اي إيه واعتقد هذاك يمكن كان براك ولا عراك لا براك 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 واللي جنب هذا المدلك البرازيلي براك ولا كنا صالح باجية ولا صالح باجية اعتقد اللي عند براك اي انا ما علي النظر شوي ترى الوحيد اللي دفع ما شاء الله وليد 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 نصار شوف وليد نصار نفس شكله وليد وليد له قصه هذا تيلي سانتان اول ولا اي هذا اللي كان مدلك اللي مع كارل لو سمحت وليد نصار كنا منتخب 16 كان يتم اختياره شلون يرشحون من كل نادي خمسه لاعبين ويجمعونهم بالاتحاد لما صار اختيار منتخب 16 وكان الله يذكره بالخير جواد مقصيد وهو مدرب هو كان هني المدرب هني 19 هني صالح آه. زكريا صح كان 16 اي سنه هذه بودر اعتقد هذه بال 85 86 85 تفضل فكانوا يجمعونهم يجمعونه بالاتحاد وسووا سباعيات في الاتحاد نفسه وتم اختيار لاعبين من عشان منتخب 16 فبعد ما تمت التصفيه اذكر صار وياه اللقاء فقاعد يسألني الصحفي يقول لي منو اللاعب اللي تحس انه انظلم؟ انا كنا ما نعرف بس على مستوى الدوري كنا نعرف لاعبي الانديه الثانيه. قلت له في لاعب غفلوا عنه ما برز كان وليد نصار ومذكوره موجوده باللقاء يعني. وفعلا شوف متى الحكي هذا بال 84 ففعلا كان وليد بارز ولكن يحتاج الى انه يبرز اكثر كان بهذاك الوقت. فعلا نظرتي ما خيبت بعدين وليد من اللاعبين صاد الطير في التسعين اي لاعب ممتاز ولكن المشكله وين في بعض في لما صارت هذه الدوره السباعيه في لاعبين انا اعرف ان اللاعب زين ولكن ما توفق في هذاك نعم بعدين ابو بدر في لاعبين اعتقد وياكم المراحل السنيه كانوا مميزين بس ما صعدوا يعني ما كملوا في الاول ما كمل لظروفه يعني الله اعلم طيب خلينا نروح لفاصل وبعدها سنعود صباحكم الله بالخير ويا هلا ومرحبا فيكم ناخذ بعض الاتصالات الهاتفيه ابدا مع اخوي مضحي صباحك الله بالخير مرحبا حياك الله اخوي مضحي يا هلا مرحبا صباحكم الله بالخير كل واحد باسمه يا هلا يا الله بالنور اول شيء الامانه وانتم يا الديربي الامانه مشوقين على ايام تمتازون انكم تردون للزمن الجميل تجيبون لاعب من زمان ما شفنا له جمعان العاصمي فعلا من قمت اطالع حلقاتكم الليله ذكرتنا من ايام اول 85 86 من كان الدوري بعزه فبس الأمان ما عرفنا الشكل تغير وين الشعر جمعان وين ايام الهجوم الله يحفظك عود مضحي اي الله لا لا والله ما عود جهره مبين بس انا بسال عن بعض اللاعبين قدام حسن محمود وين اخوه بسام العاصمي ابراهيم علي ما شاء الله
مال الله. اي والله جزاكم الله خير يا الديربي بصراحه دائما وفيين للاعبين القدامى يعطيكم العافيه ونتمنى استمرار هالحلقات المميزه ان شاء الله. هلا والله. احنا بهالمناسبه اليوم شركه النصر مناسبه نعم. وجود مبادر يعني مقدمين هديه حق اللي يشاركون معانا اليوم نوع من التقدير لمشاهدينا ولضيفنا، فبنوريك نعم. البيبي فوت هذه. عطنا سعر تتوقعها كم؟ شنو الحين مو عندي التلفزيون. زين عطنا سعر من عندك. ها شنو هي غطاء؟ بيبي فوت لعبه بيبي فوت، عرفت اللي يلعبونها البيبي فوت. تقريبا 80 دينار. اوكي مشكور يا مضحي، يعطيك العافيه. وائل صبحك الله بالخير. صبح عليك اخوي ابو سعيد وصبح على الفورم. حياك الله. ابو سعيد لازم ننتبه على نقطه معينه. تفضل. وهذه دائما قاعد اقولها في حسابي في التواصل الاجتماعي واقولها، قلتها بمداخله امس وقلتها معاكم وقلتها، يعني ما يصير يعني مدرب مثل نادي مثل الغاتسيه يدرب مدرب مثل مارين ما هو بقيمه نادي الغاتسيه. انا اذا بتكلم عن المباراه اللي قدام السالميه الجايه، اذا خسرناها خلاص باي باي، يعني ودعنا الدوري. يعني انت ليش ما تحسن الاخطاء مثل نادي الكويت لما شاف في خلل بالمدرب شاله. يا اخي مو معقوله ان الغاتسيه يعتمد على 12 لاعب، مو معقوله الغاتسيه يلعب دفاع بتحط الدفاع مبالغ فيه، مو معقوله. لا يقول لي احنا ما خسرنا وهذا الاعذار الوهميه، لا يا اخوي، احنا طلعنا من البطوله العربيه بثبته، خسرنا من نادي الكويت بثبته، وراح نخسر من نادي السالميه ليش تمر في هذا المستوى الهزيل. مو نادي الغاتسيه يعتمد على 12 لاعب، ولا نادي الغاتسيه يلعب محور واحد هجومي. للاسف احنا شبعنا كلام بس ما في الاداره نواصل طيب تعشمنا في خير. ابو عبد الله اتمنى تتكلم عن النقطه هذه، انت كنت مدير الفريق وقاعد تسمع الجماهير ايش قاعد تقول، مو معقوله مدرب مثل هذا عن جهي حتى بعد المباريات ما قاعد يتبع الجماهير. حاضر. وائل تتوقع لنا السعر كم؟ ما اشوف الصوره وسعيد. انا بيفوت، تعرف البيفوت؟ اي يعني تتوقع كم سعرها؟ والله ما اتوقع 3000. زين لا وايد. لا دون انزل بعد، انزل وايد. لا خله 3000 عشان ما يفوز وايد. 3000. مشكور يا وائل. اروح لعبد العزيز، صبحك الله بالخير. يعطيك العافيه. حياك الله يا عبد العزيز. كيف حالك سعيد؟ الله يسلمك، الله يجمل حالك. امسي عليك ومسي على كبات الملاعب. حياك الله. الله يحييك. ابي اوصل سؤالي، ليش وقت الدعايات ما تحطون جدول المباريات تجربون كذا؟ حلو. اوكي. ثاني شغله بوصل على اخوي اللي قاعد الجمال عاصم ودمر العاصمي. ايه اجابه مصبيه معه. وبعدين ابي متى مباراه العربي الجايه؟ قالوا لي باكر. صحيح باكر. الساعه كم ولد عمي؟ معك اظمه 7:30 تقريبا. 7:30 بالليل. مشكور يا ابو سعود. مشكور. تتوقع سعر كم؟ ابي بيبي فوت. انا اقول من 100 ل 110 العربي. أوكي. 8 إلى 5 مباراه العربي. اوكي مشكور يا عبد العزيز. اروح لاخوي حسن، صبحك الله بالخير. مساك الله بالخير ابو سعيد، شلونك؟ حياك الله. حياك الله يا حسن حبيبي. اول شيء ابارك حق اخوي احمد موسى المارادوني بمناسبه عيد ميلاده، مع ان انا احس انه قبل كان مارادونا اكثر من الحين، بس يلا بس مبارك له يعني يستاهل. ابو عائشه هاي شغله. الشغله الثانيه بغيت اسالك وشود، انا عندي بس ملاحظه على موضوع المباريات الدوري الكويتي او الدوري المحلي او برنامجكم هذا يخص الكره الكويتيه والمحليه. ترى احنا والله من قبل يعني انا يمكن موضوعي خارج عن الموضوع اللي قاعد تتكلم فيه. قناه ثالثه وباقي القنوات ترى والله قاعد يقصرون علينا من هالناحيه، من ناحيه وقت المباريات، جدول المباريات. يعني يا ريت مثلا لو يعني بشغله عاديه يعني تحطون مثلا باكر مباراه كذي كذي، وتحطون مثلا وشغله ثانيه مثلا تحطون مثلا الحكم الفلاني كذي، يعني شغله احترافيه تسوونها نفس باقي القنوات. لا احنا شوف احنا ترى المباريات دائما قبل الجوله نتكلم باكر فلان راح يلعب، بس ما نحط الكادر. الظاهر انت تكون مقصر على التلفزيون لان انا اتكلم. لا لا لا. لا انا قصدي انه مثل جدول. اي انا فاهمك، انا اقصد هذه مقصرين فيها صح، بس تاكد ان المباريات نقول باكر من راح يلعب والساعه كم ووين المباراه، بس الحكم صعبه لان ما عندنا صراحه اسم الحكم منو ما نقدر نحط. مو المفروض يعني هذا مجرد اقتراح. حاضر. نحاول ان شاء الله نخلي كادر جاهز حق المباريات القادمه ان شاء الله. مشكور. تتوقع سعر اللي بيفوت يا حسن؟ والله اتوقع 270، ما ادري شكله 270 ما ادري. اوكي مشكور يا حسن. طبعا الاخوان في شركه النصر حاليا عندهم تنزيلات.
وإذا في سعر قبل التنزيلات بعد التنزيلات ما يخالف، نعتبره سعر واحد. معنا أخونا محمد من المملكة العربية السعودية الشقيقة، صبحك الله بالخير. صبحك الله بالخير يا أبو سعود. يا حياك الله. كيف الحال طال عمرك؟ الله يجمل حالك. طيب أنا يا طول عمر بس أنا لو تسمح لي بس ثلاث دقائق لأن عندي ملاحظات تفضل. على أخونا مبارك. مبارك محصر شو عندي ملاحظات وأنا أخوك حيلك أنا صاوي أنا بس بدي أرد على عدة نقاط بس حيلك فيه تكفى حيلك فيه. أيوة فكري فكري. الله بالخير أبو محمد. يا هلا بشيخ محمد أخذ راحتك. كيف الحال؟ مساك الله بالخير. أول شيء يا أخوي أخونا مبارك هلالي متعصب أنا عندي لك نقاط أرجو الرد عليها يا أخوي مبارك. تفضل. وأنا نصراوي ترى ودائما أقول مبارك ما يمثلنا وأنا أخوك. الله يوفقك. وأنت خالي وعزيز. أول شيء طويل العمر أنت مرة وأنا أخوك يعني لما ترد ما تخلي لا أخونا أبو عزيز ولا أخونا محمد كرم لما الكلام اللي ما يعجب كنت ولا بالهلال اسمع كلام اخوك اسمع كلام اخوك وانا المره بقول لك اسمع كلام اخوك يا اخونا ابو محمد. تفضل. اول نقطه يا طويل العمر انت قلت لنا وانا اخوك يعني لما مره تكلمت في عده برنامج قلت عن نادي الهلال قلت عنك عن سامي الجابر سامي الجابر افضل من ماجد عبد الله في عده نقاط تميز انا اقول لك عدل انا نصراوي متعصب فاقول كلامك عدل بس لا بعد افضل من اي لاعب بحسب النقاط افضل من اي لاعب كويتي بعد وعربي وخليجي بحسب النقاط لا 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 لا, لا مو افضل من اي لاعب كويتي سامي الجابر والنحن فيه نحترمه بس لاعبين في لاعبين الكويت من وجهه نظري افضل من سامي الدقطه بس ترى انا ما انا معك انا مع ابو ابو انا انا ابو ابو اخوي ابو عزيز انا ارد على كلام محمد كونه هلالي وغطى على كلمة ماجد عبد الله قال انه افضل انه يتميز عدة نقاط انا بقارن يعني انا بحط الان من جهه ثانيه. طيب. يا ابو عزيز زين محمد ترى ما عندي وقت اخوي اخوي زين محمد متعصب هلالي محمد متى متى تجي الكويت محمد متى تجي الكويت؟ انا بجي طول العمر ان شاء الله بعد اسبوعين وبحط وبجي طال عمرك وبحط طال عمرك يعني انا بجي بس تعال لنا الاستديو تشرفنا ونعزمك على العشاء ان شاء الله ونتشرف فيك وحيلك ابو محمد اخذ اخوي محمد صبحك الله بالخير محمد صبحك الله بالخير هلا ابو خير يا حياك الله هلا فيك تفضل يا حمد حياك الله تفضل انت على الهواء تفضل قصر على التلفزيون يا حمد لو سمحت كيف حالك طال عمرك؟ طيبين الله يسلمك تفضل. انا بس عندي طلب بسيط جزاك الله خير وبارك فيكم. تفضل. الكابتن خلف السلام الله يجزاه بالخير. نعم. وسؤالي له مباشر ودي او اتمنى انه يكون ضمن الطاقم الفني في احد الانديه صراحه اللاعب خلوق ومن اللعيبه اللي لهم تاريخ واللي ساهموا كثير في بعض الانجازات لبعض الانديه من خلال مشاركته. انا بس عندي طلب ما في عندي نيه يتجه الى مجال التدريب. واتمنى انه يكون يعني من قريب يكون عندنا بنادي الجهره اذا ما كان عنده مانع لان هو واحد من عيال الجهره وكان من ضمن اللاعبين المميزين صراحه. طيب وسلام محمد تتوقع سعر البيفوت؟ والله البيفوت يعني اتوقع بال 35 40 دينار. مشكور مشكور يا اخوي حمد الله يعطيك العافيه. اخر اتصال اخوي محمد صبحك الله بالخير. والله حمد شو البيفوت هادي ما ادري شنو يا محمد محمد تيمي لا محمد السلام عليكم. عليكم السلام تفضل يا محمد يعطيك العافيه حياك الله يا اخوي صباحكم الله بالخير جميعا صباحك الله بالنور يا محمد. طيب مشكور يا محمد خل اروح حق ابو بدر. ابو بدر بسال عشان بروح حق ابو عبد الله يمكن تبو متابع بشكل تفصيلي وتحليلي حق فريق القادسية لكن في عدم رضا من القدساوية على فريقه متأيدهم في عدم الرضا هو عدم رضا على النتائج وعلى يعني يعتقدون أن المدرب يلعب طريقة دفاعية لا أكثر ولا أقل دائما دائما الخسائر طلع التهكمات والمشاكل حق الأندية ولكن نادي القادسية توقع محتاج إلى بس فترة صبر إن شاء الله ولا يحطون في بالهم انه لازم اخذ الثلاث نقاط انا عشان الحق على النادي الثاني ولا نعم النادي الاخر.
اعتقد ان الجمهور يبي، اكيد الجمهور يبي النتيجه وعليه ضغط، يبي الفوز، يبي الفوز، ولكن يمكن ما هو في احسن حالات نادي القادسيه حاليا. وعبد الله اخو نوال يقول لازم يشيلون ماري. طبعا مثل ما تفضل اخوي بدر، دائما رده فعل الجماهير مع تتاثر مع نتيجه المباراه. فاز الفريق قالوا مدرب زين، خسر الفريق قالوا مدرب زين، هذا طبيعي. ف إدارة الفريق أكيد هي أدرى وأكثر خبرة من احترام الجماهير وأكثر اهتمام يعني بالفريق. أنت لا تجاوب جواب دبلوماسي. نعم. تؤيد إقالة السيد مارين؟ لا لا إقالة. لا بس. زين ما تحتاج بصراحة، ما تتوقع الفريق يحتاج مدرب وطني مساعد مع السيد مارين؟ شنو دوره؟ يعني يناقش في بعض الأمور. يعني الآن فنيا منو قاعد يناقش؟ الجهاز الإداري بعد المباراة تقعد مع الجهاز الفني يناقش. خلال المباراة المساعد، خلال المباراة مساعدينك سواء كان أجنبي أو وطني، يعني هو عد هو الجهاز الفني. هل طلب من الإخوان بإدارة الفريق يعني يكون مساعد كويتي؟ أمر ترى مساعد أجنبي أو كويتي ترى واحد، يعني مجرد بس فقط اللغة. شوف ما في فرق يعني. شنو؟ الكويتي والمحلي. يعني دورك مترجم فقط الكويتي؟ إيصال المعلومة بشكل أكثر، يكون عارف اللاعبين بشكل أكبر. ما أدري ممكن، لكن طلب تفضل. عندي بس مداخلة هني، عندي ملاحظة على الأندية. خل موضوع الدوري، الأندية ما قاعد تحط مدير فني. المدير الفني يختلف عن موضوع مدير الكرة ولا مدير الفريق، هذا شؤون إدارية، شغلته إدارية. المدير الفني هذا ترى موجود في جميع الأندية العالمية، وآخر يعني آخر مثال انتر ميلان شروا يابو هذا اللي كان في الأرسنال، يعني أعطوه فلوس وجابوه، دليل على أنه حتى مدير الفني فيه احترافية كبيرة. مدير الفني هني ما في، لا حتى بأوروبا المدير الفني هو المدر. الآن القصد يعني المدرب، هم عندهم المدرب اللي مرن اللاعبين، بس المدير الفني هو اللي قاعد يحط الخطه، هو اللي يقود، هو اللي إيه. انا بغض النظر ما بتحكي اليوم انت بتجيب مدير فني مثلا يعني كلامك على متمه بيب حق اليرموك مثلا. نعم. مدير فني خلينا نقول مثلا سير أليكس فيرغسون، يعني ما يقعد على الدكه، ما يكون قاعد على الدكه ولا هو يقود الفريق. مش قصدي المدرب، المدير الفني اللي انا اتكلم عنه يكون مستشار، كمستشار مستشار. نعم. فني حق المدرب. نعم. يعني المدرب قال ابو محمد، المدرب اجنبي، لا المدرب اجنبي موجود انت اللي تتكلم عنه، مو المدير الفني. لا مو المدير الفني، المدير الفني اللي قاعد فوق، انا اتحكي عن مستوانا احنا الكويت، يقعد فوق كويتي، الفريق كويتي. من يمكن من ابناء النادي، من الاخوان اللي موجودين، بس ما قاعد يسوون نادي الكويت. محمد عبد الله شيء يجي يعطي ملاحظات، لا بس حق المدرب استشاره يسعون فيه. بس انا عندي ما هو لا ابو بدر استشاري ما تمشي يعني هذا الامر مو عن ما تمشي، ما قاعد نشوفها برا. هو المدير الفني هو المسؤول عن الفريق، هو اللي يحط الخطه، هو اللي مايد ابو بدر المدير الفني قاعد فوق مايد. صدق عزيز تدري شو الغريب؟ ان ثلاث لاعبين لا مو مايد، لا مو مايد، لا تو كيت الحين بتعاند، لا ما بيعاند، متفقين على الامر وتجي ما تصير، ما في يا جماعه، ما في برا. بس انا عندي يعني انا اختلف مع ابو بدر هالجزئيه هذه، ما في برا، راح يصير في مشاكل، ما في، راح يصير في اختلاف. المدير الفني هو اللي قاعد يقود الفريق. لا اذا تم تحديد الصلاحيات ما يتدخل في صلاحيه التشكيل، يعني كأنك انت حطيت مدرب ومساعد مدرب، يعني بس مسميات غير مو بدر. اي هذا هو، بس انه يكون ما يكون لان ابو عبد الله نفس ما تفضل تو انه قد بعض المدربين يتحسسون من وجود مساعد كويتي. نعم. وموضوع الصلاحيات خاصه في القادسيه، يعني مساعد يعني اليوم انت مهم. مثلا المدرب يبي يبدل، مهم يناقش والله نواف المطيري مثلا يقول له انا ببدل ابو عبد الله، يشير حلو. انت ما تشوف عنده مساعد، ساري ولا مثلا فينجر عنده مساعد، قاعد يمه واحد عنده مساعد، مساعد اجنبي بس ليش ما يحط كويتي؟ ليش؟ شو الفرق؟ شو الفرق؟ بعطيك انت قلت تستشير المساعد الكويتي على الاقل ممكن يترجم، يعني انا ضد المساعد الكويتي. بس انا عندي نقطه جزئيه على موضوع المدرب القادسيه، ويمكن طرحت السؤال عن الاخوان. انا اعتقد افترض انه يتغير المدرب، وسبب اخفاق القادسيه في الوقت الحالي هو المدرب ما قاعد يلعب بامكانيات الفريق وامكانيات اللاعبين اللي عنده. يمكن الفريق خسر نقاط كثيره بالطريقه اللي قاعد يلعبها، الطريقه يعني صراحه العقيمه اللي قاعد يلعبها المدرب. خسر نقاط كثيره والله، يعني لعبه الزمالك، لعبه العربي، لا لا يعني اول خساره له ترى، مو خسر نقاط، ما قلت خسر مباريات، قلت خسر نقاط. خسر مباراه واحده
تعادل مع العربي بداية الموسم تتذكر مباراة بعد كرة ما رد لا لا بس لا لا بس بس بس, بس, بس تعال شوف أنت تعال شوف أنت الأداء هل يعقل الغاسية هل يعقل الغاسية يلعب في التكتيك عندك النجوم عندك إذا موضوع تغيير تكتيك أتفق إيه يعني التكتيك زي هو تكتيك المدرب نفسه قاعد يحط تكتيك ما يناسب اسم الغاسية ولاعبين الغاسية يفترض الغاسية يلعب طريقة أفضل يعني اليوم مثل بودر قال نقطة في كلام قال إنه الجمهور لا يضغط إنه إذا خسر من السالمية راح لا أنا أقول لك بدر إذا الغاسية خسر من السالمية سلم على الدوري لأن الكويت ما في فريق راح يعني صاحب عايش يصير الفرق راح يصير بعيد صح إيه عرفت فاليوم أنت اليوم أنت أنا بوجهة نظري ها إن هذا المدرب على ما شفناه في خلال الجولات السابقة والمباريات ما ينفع صراحة قاعد يدمر الفريق عندك فريق وعندك لاعبين تقدر تفوز على أي فريق أنت زين بعيش هو الآن يأتي دور الإدارة إدارة الفريق وإدارة النادي اسمع وجهة نظر الجماهير وهم اللي قادرين يقيمون هذا المدرب يستمر ولا يوقف نعم. طيب هذا الفكر المفروض هذا دورهم يعني اوكي عندي محسن غانم يسلم عليكم وعليكم السلام واجهت ابو بدر اعتقد واجهك في مباراه او في 93 او 92 اي هذا لعب نهائي ولا شنو لعبت وياه كثير اي لا لا يقول هذه كان حزتها كان كنت مدافع مدافع اي ظهر كبرت رديت ورا خلاص لا بعد الاصابه بعد الاصابه بعد الاصابه إيه. لما كان في رجليني براغي وهذا ما اقدر لان ذاك الوقت كان ضرب ذاك الوقت كان طيق طيق ما في فاول وما في فاول صعب يعني فلعبت ورا على اساس اكون ابتعد عن الموضوع بس توضيح عشان ما انسى رد على اخوي محمد القحطاني نعم ترى ماجد يتفوق على سامي في امور كثيره من اهمها الارتقاء والجنب وكذا لكن انا اشوف سامي ليش يتميز طبعا كل واحد له مزايا او ميزه سامي يتميز لانه ينزل تحت يستلم كره يخلق هجمه يعني هو بنفسه يقدر يجد لنفسه فرصه هذا اللي ارى سامي يتميز عن ماجد فيه انت ترى ما هو تقليل من شان ماجد الله يشهد ماجد لاعب كبير ولاعب اسطوره ما له حل لا اله الا بس انا اشوف اللي سامي يتميز عن ماجد انه سامي ينزل الكلام اللي واجهت سامي او ماجد لا ما واجهتهم ولكن كل واحد له ستايل هذا ستايله غير هذا ستايله غير والاثنين زينين نعم خونا عضو في نادي مانشستر يقول منور الملك احمد موسى وكل عام وانت بخير اي والله ما قلنا معزوم المارادوني على عشاء بس يختار المكان نبي وكلنا يجون بس هو معزوم يا ساعه البركه خونا زبير العميري يقول صباحكم الله بالخير تحياتي لكل الحضور وبصراحه اليوم فاجاتونا والشاشه نورت بالحبيب الخلوق جمعان العازم وبدر اذا ممكن تسأل منو اكثر ناس يفوزون عليك بالكوت بالكويت بالكوت انا قريتها بالكوت ضيعت اول شيء مسي على خليفه بالخير اي نعم استهين فينك لا في والله ضبطك ادري في ناس محظوظين والله بالكوت يعني لا ما يعني لو رقت غلب مو هم اللي مو فنياتهم يعني هذا لا هني 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 موجود انا لسه عنهم كلامك والله ضبطك والله بس تم بس وبدر صلاح جاسم اي نعم كان يطق مدافعكم هذا كان عهد ما قبل الحزم التحكيم والقرار التحكيمي نعم كان جذاب مو بس يطق جذاب كان للأمانة يعني أنا من الناس اللي كنت لعبت مدافع ومرات المدافع من عجزة وأنا منهم يعني من عجزة يلجأ للنطق وهذا الأمان الحمد لله أنا ما استعمل هالأسلوب يعني صلاح عاجز فيطق فمو بس صلاح لاعبين واجد كانوا موجودين يتبعون هذا الأسلوب وكانت المشكلة في هذاك الوقت أنا إصابتي جاني اللاعب من الخلف ما أشوفه من الخلف ومقص وانكسرت رجلي عمري 18 سنة شنو خذا لما كسرك شنو خذا شنو حصل اندار طرد ما أدري مسكين كان الله يرحمه الكابتن عيسى الجساس الله يرحمه كان هو الحكم وعيسى في لتغة مسكين من شاف الرجل يعني مكسورة فكان مو قادر يتكلم يأشر حق سيارة الإعلام حسب على الأسعاف كانت على نادي يعني من كثر لأنه شاف الأنكل يعني بروح يلعب يعني. شوف ومع هذا تلقى اللاعب ما انطرد قبل القانون ما كان يحمل يحمي المهاجم اليوم صعب. يحمي قصدي المدافع اليوم القانون يحمي المهاجم وجو في فترة من الفترات 3 انذارات يعني عشان توقف وفي لاعبين خشنين نفس المباراة 3 انذارات اي يعني لا 3 انذارات عشان توقف اذا انذارين اصفر وكذا هذه الحين موجوده اعتقد ولا ايه ضيعنا اخونا محمد النف المطيري طبعا لاعب نادي الشباب والعربي ايضا يقول حبيت اسلم عليك وعلى ضيوفك وخصوصا جمعان العازمي من افضل اللاعبين في وقته مشكور اخوي محمد ويستاهل ابو بدر خل احنا عندنا هديه الاخوان جهزوا هديه حق ابو عايشه مناسبه عيد ميلاده خلينا نشوف الهديه وبعدها
يوم عيد ميلادك اي بنفس اليوم سبحان الله اي والله ما تشوفهم الربع قاعد يحتفلون قايل لهم قبل مباراة بقبل خلاص كنت متزوج يومه ولا اي متزوج الحمد لله متزوج بس الجول بس شوف الجول وان تو لعب حركات هذا الاختراق اللي كان مصر ياندو هني كان لا بس لاحظتوا شيء خل مالك الشورت واصل هني ما شاء الله بس اللاعبين قبل التيشيرت ما يطلع برا الشورت اي كان الحكم طيب. ينبه عليهم هذه الفترة اعتقد منعوا هني اي كان الحكم ينبه عليك ويجيك ويقول دخل حتى قبل ايامهم تشوف طق والتيشيرت داخل مو العين اللاعب بديل يدش طلع اشتاه وطلع التيشيرت هاتي خله طيب قبل اروح حق الفاصل ابو بدر يعني لو طلبوك الان ادارة اليرموك مثلا ما عندك اي مشكلة الساحة المباركة بالعكس احنا نتشرف خدمة خدمناه واحنا لاعبين ونخدمه واحنا انت عندك اصوات في الجمعية العمومية بدا يضرب شوف لا الاصوات مو موجوده الاصوات عندك عنده اصوات ما عنده كثر كم لا ما احنا نتكلم عن ايش كثر بس انا نسابي فلتاويين نسابي فلتاويين وربعنا اللي موجودين واللاعبين اللي موجودين والفئات اللي موجوده بنادي اليرموك تقديرهم يعني لك من ايام اللاعب وعلاقتك معاهم هذا اصوات يعني لكن هي الفكره منها شنو انه قد يكون انا في السابق لما كنت في موظف الخطوط الجو الكويتيه كان ما كنت ما املك الوقت نعم الان احنا من 2014 تقاعدنا واصبح الوقت متوفر نعم ولكن متى ما صارت الفرصه سواء اليرموك او غير اليرموك نعم الان الوضع يعني مثل ما قال الاخ المتصل قبل شوي حق ابو عبد الله انه لو بيجي الجهره يجي يعني ما عندك اي مشكله تروح اداري مثلا ما عندك نادي مشكلة. النصر او السالميه او اذا انت قادر على انك تؤدي عملك باحترافيه وباخلاص ما عندك مشكله نعم وعبد الله احد الاخوان سالك قال لك ليش ما تتجه الى العمل الفني لا انا نفس اخوي ابو بدر انا اداري اي اداري وبضيف شغله اخوي ابو بدر صح فعلا انت دور ابو بدر والرياضيين السابقين يعني ليش ما تستفيد من خبراتهم ليش ما تتعلم منهم مو شرط يكون نفس ناديه مو شرط يكون يعمل في نادي اليرموك يعني انت ما عندك اي مشكله اطلبوك نادي الكويت تشتغل نادي الكويت لا انا عن نفسي لا ما عندي الرغبه لا شو من الرغبه يعني نادي الكويت ما عندك لا ما عندي الرغبه بالعمل اي يعني خلاص بطلت لا انا بطلت العمل الاداري في الوقت الحالي لا ما عندي الرغبه بس ممكن فتره قادمه ان شاء الله نشوف والله الله يسامح فييرا لا 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 طيب خل روحي فاصل فييرا درس هذا بالنسبه لي درس مهم تعلمت منه درس مهم بالنسبه لي نعم روح لي يقولون طالبك تكون معاه في الاسماعيلي وين اسماعيلي هو الحين يدرب اسماعيلي اشيله اول غرار اشيله روح لي فاصل وبعدها سام صبحكم الله بالخير ويا هلا ومرحبا فيكم في خبر بس الاخوان معلش يعني باخذ من وقتكم دقائق قليله بس اليوم الاخوان الاخ العزيز امين السر في نادي القادسيه حسن ابو الحسن مخاطب الاتحادات المحليه بعدم قانونيه الاجراءات بشان عقد الجمعيات العموميه غير العاديه المعنيه بالنظر في كتاب الاتحاد الدولي بشان تعيين لجان مؤقته يعني والله امر غريب صراحه اليوم احنا متفائلين في 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 خارطه الطريق وتطبيقها والانتهاء من هذه الازمه اللي قاعد نعيشها اليوم يعني ما ادري صراحه ليش قاعد ياخرون في تطبيق خارطه الطريق وليش قاعد يكون هذا التعقيد خلاص يا اخوان اللجنه الاولمبيه حطت خارطه الطريق واتفقنا خير بتعديل القوانين واليوم
يعني حطوا لجان مؤقتة للاتحادات الدولية، يعني شنو الهدف من جمعية عمومية يا أخوان، يا أخوان في الاتحادات شنو الهدف اليوم؟ يعني قانونيا أولا ما يصير، يعني هل الجمعية العمومية لا الحق أنه والله ترفض قرار اتحاد دولي؟ بالمنطق أخي، شيء بالحقل ما يصير. إذا يصير كان عيل الجمعية العمومية مالت الاتحادات اجتمعت ورفضت الإيقاف مال الاتحادات الدولية وقالت يبقى إيقافكم مرفوض يا الاتحاد الدولي، السلة، الطائرة، اليد، يعني أمر بالمنطق اليوم. زين، مثال آخر، اللجنة الانتقالية اللي في اتحاد اليد موقوفين صار لنا 5 ماي 6 سنين، اللعبة متوفية بس محليا. الجمعية العمومية اعتمدت مرفضة اللجنة الانتقالية اللي مشكلة اتحاد دولي برئاسة أخونا بدر ذياب، وش الفائدة؟ شو استفدنا؟ لعبنا برا، منتخبنا كرة اليد لعب برا. إخوان ما له داعي تأخير، ما له داعي تأخير، خلاص الاتحاد الدولي حط لجنة مؤقتة أعطاكم فترة معينة، يبا يلا تعال استلم وخلصونا من هالأزمة، وخل تصير انتخابات، وخل نعيش الأجواء الديمقراطية، وخل نعيش الأجواء الرياضية المعروفة. احنا نقول بلا تأخير وبلا تعقيد وخلصونا من هالموضوع، رحم الله والديكم. خل انتقل لموضوع آخر. أمس أو أول أمس حكمنا علي محمود أدار مباراة إسماعيلي والرجاء، وصارت ضجة صراحة على بعض القرارات التحكيمية الخاصة في مباراة الإسماعيلي والرجاء، أو بالتحديد هما قرارين أو ثلاثة، ركلتين جزاء، والمباراة انتهت عموما 0-0 في مصر. خلينا نشوف القرار الأول أو اللقطة الأولى اللي صارت عليها ضجة، نشوفها مع بعض وبعد ذلك سنة. هذه ضربة جزاء. ضربة جزاء. تتوقع ليش ما حسبها أبو؟ واحد ما تم احتسابه؟ لا. لا ما حسبها. استغربت، أنا ما شفت المباراة لكن بين ضربة جزاء. تحملها الحكم ولا الحكم مساعد؟ ما أدري موقع الحكم وين، في قريب ولا حكم الحكم الساحة؟ كان قريب؟ أي نعم. لا الحكم. وعدل. حكم علي محمود ما توفق فيها نهائيا، ما توفق. أبو محمد والله جدا هالمباراة ما كانت مباراة علي محمود، مع أنها كانت مناسبة ومميزة صراحة. صحيح. لحكم دولي مثل علي محمود، لكن هذه فعلا ما تقول ما توفق، هذه اللي فعلا ما توفق فيها. أنا حمل علي محمود لأنه كان قريب أصلا ترى عند 18. صحيح. أيضا حكم الرأي، بس الخطأ الأكبر على حكم الساحة. والغريب أبو عايش أنه احتسبها كورنا، يعني أنا ما أدري هل اعتبرها أن الكرة جاية حق الإيد ولا يمكن على باله حاجة صدره ما تدري، او كتفه يمكن أو يعني. شوف مسعود، اعتقد الابتعاد عن مثل الحكم مثل اللاعب، واللاعب لما يبتعد عن المباريات الدوليه فتره من الزمن ويرجع تلاقيه يرجع ضعيف، والحكم كذلك ابتعاد عن التحكيم الدولي والاجواء الدوليه تختلف عن الاجواء المحليه والمباريات المحليه. صحيح. فاليوم ابتعاد الحكم علي محمود او غيره حكام الكويتيين لمده 3 سنوات بعيدين عن المشاركات الدوليه، اليوم بين هذا تاثيره في هذه المباراة، إن كان علي محمود يعتبر من واحد من أفضل الحكام على مستوى الكويت وأيضا على مستوى الخليج يعني وآسيا، لكن بهالمباراة صراحة ما كان موفق نهائيا في قراراته، على الرغم من أنه كان حاضر وغريب من كل حدث، لكن دائما قراراته مو سليمة. فأعتقد كان هو يمكن ضغط المباراة كان واضح على الحكم. طيب. علي محمود. خلينا نشوف اللقطة الثانية، ركلة جزاء كانت للرجاء. هل الاخوان يعني هل البعض قال من المحللين كنت اتابع تحليلهم يقول انه كانوا يبي يعوض ان ركله جزاء ما احتسبها للاسماعيلي، فقرر ان عدم احتساب ركله جزاء للرجاء حتى تكون يعني فيها تعويض والكفه متساويه. نشوف لقطه محسن ياجور. ضربة جزاء. ضربة جزاء. واضح. والله قلت لك مسعود ما توفق نهائيا في هالمباراة. أبو محمد. أبو عايشة عنده تعليق بعد. أنا هني يعني من خلال اللقطة أصلاً بعيد كان بعيد عن الكرة، يعني حتى تمركزه مو جيد بصراحة بعيد، وهذا يمكن خلاه ما يشوف الكرة بوضوح، لكن هي بلنتي. أبو محمد. اللقطة مو هذه، الواسع من بعيد. اللقطة الأولى علي محمود كان أنا ما أدري أي دقيقة تقريباً، ما تدري. لا والله ما يعني اخر 10 دقائق. اي واضح ان علي، انا وهذه نصيحه لاخواني مدير الحكام، اليوم انت تروح
لياقة. لازم اللياقة شو، لأن علي شوفوا حتى في ركضته كان بطيء في الركض، هذا واحد. مبدأ التعويض ترى دائما التعويض أكبر من الخطأ نفسه. نعم. التعويض عند الحكام أكبر من الخطأ. نعم. نفسه. أغلط بس لا تغلط وانت متعمد انك تعوض، اغلط وانت زين هذا محمد شيء. لا 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 انت ظلمتني. لا 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 الا التعويض بس ما تعالج الخطا بخطا. ما عليه اخطي هني ولا اخطي خطأين، اخطي خطا ولا اخطي اعطيهم بلنتي. ترى هذا في في هو 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 ما هو اليوم ما راح يقول لك انا بعوض الاول ما اعطيك بلنتي بروح هني في خطا اعطيك بلنتي، ما اقول بعوض. لا بس ابو محمد ظلمتني ظلمتني كره عبد الله. عبد الله ابو عبد الله ما يخالف بس ابو عبد الله انا اليوم انا اليوم اخطأ ما شفت عبد الله الحين مثلا كيف تعلم اخطأ نعم. بالاولى بالاولى الفريق الثاني شنو ذنب الفريق الثاني؟ انا شنو ذنبي كلاعب قاعد اجتهد؟ انت اخطأت ليش تحملني خطأك؟ انت هني حمل الفريق خطأي انا ما لي شغل. انت اخطأت في قرارك الاولي غير سليم، تحملني انا كفريق تعب اللاعبين تحملهم. هذا خصم يعني مباراة بين فريقين ضرب الفريق الأول. لا لا أنت هذا خطأ أنت تتحمله. أنا ضربت الفريق الأول أنت تتحمله. أوكي تمنى ما ضرب الفريق الثاني. إيه شوف. أنت تتحمله. شلون أعوض شلون أعوض الخطأ؟ ما في تعويض كرة القدم ما فيها تعويض. هي بمشعل عبد الله ولا كمداخلة هي ما هي مزاجية. طبعاً أنت وضحت حكم. نعم. عشان تتخذ القرار الصحيح. كغاضي داخل. مرة ما توفقت فيها مو معناها تنطر مرة ثانية عشان أعوض فريق. هي ما هي أنت وضحت لاتخاذ القرار الصحيح. اذا كان هذا المبدا موجود عند الحكم افضل الله ما يحكم. نعم. طيب بس اللقطه الاولى يعني ضغطه يعني نعم. احنا نتمنى يعني ان شاء الله ما فيها نقاش. اللقطه الاولى بسعود ما فيها تقول والله مو بلنتي والله ما حاشه بلنتي قريب وقريب صحيح. نتمنى اخونا علي راجع نفسه مع انه يعني قبل فتره كان موجود في دوره الالعاب الاسيويه. نعم. في جاكرتا وادار عده مباريات هامه يعني صراحه حكم لا وزنه ولا ثقله، لكن مثل ما قالوا الاخوان في بعض الاحيان المباريات تكون مو يوم هذا الحكم. اخونا محمد الانصاري يسلم عليك سلام خاص. الله يسلمك ابو حسن. اي ابو حسن والنعم منصر اتحاد الكويت كره الطائره السابق واليرموكاوي لعب ويانا محمد. اي بس لاعب مو شيء يعني. لا لاعب زين زين بس لاعب حلو يعني كيوت فني. اي فني ما يطق ها ما يطيق. لا مو دوره يطيق. إيه. بس فعلا كان لاعب زين وكان له من الناس اللي يحمسونك في الملعب. والامانه يعني انسان يوم كنت مهاجم منه اكثر لاعب كان يعذبك او يعني خشن في ذاك القانون الوقت اللي كرتي الله يطلع بالغصب. والله كلهم مثل عطنا اثنين ثلاثه خلينا نتحرش فيهم كل يجون ضيوف. محمد هليس احمد والله يطق طق هو يا فرج مره وفرجنا وفرج مبارك كان في الحيحيل مال الحيحيل. مره في الحيحيل طقوني الطق وغلبناهم. بعد المباراه اسال اقول له يعني ابعرف شنو الحقد هذا اللي باللاعبين علي يعني مو سوي شيء. اثاري طلع الله يذكره بالخير لاعبنا عبد الرحمن العتيبي يقعد وياهم في الديوانيه ويقول لهم شوفوا باكر ايش راح يسوي فيكم جمعنا شوفوا باكر ايش راح يسوي. فصار في الشباب شايشين وجايين كني انا اللي منو ابو بدر كان محمد هليس وفرج مبارك فرج مبارك حميدي كان موجود لعبت سيف موجود سيف زيد. لا اول لعبه لعبت مع سيف الله يرحمه ربيع سعد الله يرحمه. سيف سويت كره كعب هذه فوقه فوقه واخذتها ما صادني بس صادني كان يقول لي انت بتضحك الجمهور عليك. والله ما ضحكت انا اول مره في هني حادثة إذا في مجال أقول الحادثة. وهذه درس حق اللاعبين الشباب الصغار. كنا نلعب تحت 20 ولعبتنا لعبة الأسبوع اللي فيها تحيحيل درجة أولى هذه لعبة 20 كنا غالبين العربي 3 وأنا مقول جولين ولاعب من أبدأ ما يكون كنا متصدين الدوري. فجيت المباراة تحيحيل لدرجة ها إن لبست لبسي وخلاص اللاعب حط بيني وبين نفسي أدي زين في تحت 20 إني أنا لاعب أساسي خصوصاً ما في أحد ترى. المدرب يقول حق المشرف هذا بعدين عرفته يقول حق شوف شوف جمعان حسباله بيلعب. كنت لاعب صغير أقل من 18 سنة حسباله بيلعب ما أعتقد مو إنك مأدي زين تبي تلعب درجة أولى. كان يقعدني يوم أول ما بنزل البنطلون أساساً بسخن مع الربع قال التشكيلة مو وياهم كان أرد مرة ثانية بس وقعد. بس كان درس لك حق اللاعبين على اساس انك انت ما تختار يمكن اللاعب لا يختار وياخذ لا يختار النظام هذا. الشغله الثانيه حافظ علي كلاعب صغير لان اللاعبين في الحيل كانوا جدا خشنين فلما قعدني على الخط خلاني اشوف المباراه واشوف اللاعبين
ونزلني الشوط الثاني هذا البرتغالي المدرب البرتغالي فشون كان المدربين ايضا يحافظ على اللاعبين الصغار يخاف محتاجين التوجه ويخاف عليه. دخلت الملعب الجديد ولا اليرموك؟ إيه؟ لا ما دشيت والله ما حضرت مباراه بس شيء حلو شيء يزعل والله الملعب لا يزعل ان اليوم يعني افتتاحيه الملعب المفترض يعني يدعون اللاعبين القدامى يوجهون لهم دعوه يحضرون الملعب يسوون مباراة يعني استعراضية يعني تكريمية يعني على الأقل إذا أنت تاريخك الطويل ما دخلت الملعب الجديد على قولتك المفروض كان في دعوة أعتقد نادي الكويت قبل فترة سوى تكريم ودعى اللاعبين ودعى صحيح, صحيح. لا نادي الكويت بالأمور يعني هذا فهذا يحسب لك يخجلك صراحة يحسب لك لكن نعم. الأخوان قد يكون عندهم الفكرة ويسوونها مستقبلا ما يندرى الله العالم. إن شاء الله إن شاء الله. طيب تبنك. إحنا قبل انطلاقة الجولة الجولة اليوم راح تنطلق إن شاء الله جولة جديدة من الدوري يعني مع كل جولة مع كل ختام جولة عندنا يعني فكرة نحاول يعني ان يعني نحاول نطعم فيها شويه البرنامج. احنا اخترنا كاسره برنامج اجمل هدف واجمل تصدي واجمل اسيست. نبي نشوف في البدايه اللقطه الاولى اللي اخترناها اجمل هدف في هذه الجوله طبعا الجوله الاخيره اللي لعبت ونبي راي الاخوان هل الهدف يستحق ان يكون الاجمل او بحكم انهما يعني يمكن متابعين البعض يعني متابع عنده برايه هدف اخر خلينا نشوف الهدف الاجمل وبعدها سنه وعلي مرصيد والتمويه وراح يلعبها الموسوي جول لحسين الموسوي في اول 12 دقيقه من كرة ثابتة. وش ايش رايك بالجول بدر؟ هدف حلو جميل إيه وذكي وذكي نعم. وعبد الله انت قبل لا تشوف جول قلت اكيد جول مسوي صحيح يستاهل يستاهل صحيح. ابو محمد يستاهل اهداف قليله ترى هالجوله اللي طافت كله 1-0 1-0 4-0 بس هذا مع ان قله الاهداف لكنه مميز والجول لاحظ انه راح للتسعين ترى وعلى حارس كبير مثل إشهاب كنكوني اللي نعزيه أبو سعود بوفاة أعتقد عندهم حالة وفاة الله يحفظهم ويسكنهم أبو عايشة والله مثل ما قال الأخوان هو الأميز هالجولة خصوصا أنه مو بس الأميز كهدف وكروعة جمالية أيضا كأنه فوز الفريق يعني أحيانا أنت ممكن يكون هدف بس له قيمة الهدف هي فوز الفريق قبلك 3 نقاط في مباراة كانت صعبة على العربي وبنفس الوقت جول يحسب للكابتن من وجهة نظري واحد من أفضل اللاعبين لحد الآن في 7 جولات وهو واحد من الأفضل والأبرز كمهاجم حسين الموسوي. نعم نروح لأجمل أسست في الجولة الجولة أبو عبد الله متخيل أجمل أسست ولا صعب؟ ما طيب نشوفه مع السادة المشاهدين وبعد سنة فارس الشمري المساعد الأول سعود السمحان المساعد الثاني الله 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 كلمة السر في رأس الخطيب ما في تسلل لكن برافو اللمسة برافو اللعبة من لاعب خبرة. ايش رايك بالتمرير ابو بدر؟ لا في راس الخبره لعب خبره ولعبها في التوقيت المناسب قبل لا يدش في الاوفسايد نعم وخلاه يجاب الجول فاضي نعم. ابو عبد الله كنا مو عاجبك لا وانتم مختارين بس لقطه واحده يعني اكيد ما شفنا لقطه غيرها يعني ما شفنا اسيست غيره الحين هدف المسوي تذكر هدف ولا تذكر الاسيست؟ لا هدف غير الهدف كان الافضل بالجوله ما في اهداف افضل منه بس الاسيست يعني هل في اهداف ثانيه صناعه اللعب يعني غير لا شك انها لا شك انها لمسه نعم يعني مميز من ابو حمزه في راس وشاتي في مجروحه وتحرك فابيانو ايضا اللي هم من هذا فوضى في الدفاع بنادي فاحيل نعم يعني واحد متاخر عن الثاني 4 متر مدافعين ف
يعني ما دنا في اهل اسيست ثاني غير ولا انتم اخترتوا هذا الافضل؟ لا هذا الافضل اختيارنا. ليش ماخذين راينا؟ لا ليش شلون تختاروا من غيرنا؟ رايكم على الهواء انتم، رايكم على الهواء. نايم عندك شيء يقول ترى انا شايف ما في ثاني عشان نقارن بينهم يعني. لا هو لو مثلا يعني متذكر شيء يقول ترى انا اشوف ان الاسيست مثلا اللاعب الفلاني عندي اجمل. من الجوله الجوله قاعد نثبت عيب. ابو محمد ايش رايك؟ صيد لا ابو مميز. مميز تمرير ممتاز صراحه. دلعك كذي ابو حمزه ولا دلعني دلعته؟ لا خلينا نشوف. احنا دائما حراس المرمى طبعا لهم دور ولهم تقدير عندنا بالتاكيد، فمن باب التقدير لهم كل اسبوع راح نختار اجمل تصدي في الجوله. خلينا نشوف هالاسبوع وبعدها سنه. مو عاجبتك؟ لا والله في كرة عبد الغفور اقوى منها، انفراد صريح بينه وبين المهاجم، تضامن اول الشوط الاول في دقيقة 20 اعتقد نفسه. انفراد لا هذا انفراد غلط، انفراد طلعها لا هذا مو انفراد، هاي شوته يحسب للحارس لكن هو واقف نفس الزاوية والكرة فوقه حيانا طلعها شيء شيء. لا ورد فعله جيد لكن يعني نفس ما قال عائشة انا هو موجود في الزاوية الصح واقف صح وكان ينظر حق اللاعب قبل لا يشوت. انا بختلف ويا ابو عدين وعزيز، انا مع ابو عائشة والله. لا انا بختار اذا افضل لقطة بالجولة اختار لقطة حارس نادي الكويت حميد القلاف. حميد القلاف مع ضاري سعيد دخوله في توقيت يعني مناسب وقطع رباعي، وهذه اعتقد انها باعتقادي لان حرمنا في واحده ترى الخالد الرشيدي. لا بس ضاري لا الكره غلط. لا لا لما الضاري غلط الضاري ولا مهاجم. لا لا في واحده الخالد الرشيدي بعد يعني لو فراس الخطيب ولا اقصد الضاري اخوي يعني حبيب، بس انا اعتقد لو لو مهاجم بقيمه فراس الخطيب ما اعتقد راح يقدر. في احمد انا ليش اقول شو اسمه لان ابو بدر هاي لعبات ابو بدر لان طلع سك عليه زاوية. كان مع كنا مع المنتخب الاول تمرن، فكنت انا اصغر الموجودين يعني شوت فيصل بعد شوت محمد ابراهيم بن نواف الله يذكره خير، صلاح الحساوي، خالد شيم، كلهم لاعبين ما شاء الله لاعبين نجوم كبار. فنطلع نبي نشوت يعني ندش على الحارس ويطلع من ورا الجول واحد من المدافعين، فدوري ولا اللي طالع باسل المفروض تحط الكره على طول، انا زدتها شوي كأني بحطها كسرت فيه، فباسل كان نازل السلايت يبي يغطي المكان فبحطها باليسار، طلع لي الله يرحمه سمير سعيد كان اكسر فيه مره ثانيه، كان احطها جول، كان يجي سمير الله يرحمه يذكره الخير اغفر له، كان يبوسني على راسي وقتها كان هذا هذا كان وقتها، وكان هو زميلي في كليه التجاره، بس يعني على الحركه هذا شوف اللاعب الكبير شلون يوجه اللاعب الصغير شلون يشجعونه. فهذا يعني اسمه قلت مرات يصير لاعب الجولش كبير والدفاع كبير لاعب، ولكن زين كل عندنا مواقف يعني مواقف عاديه ابو بدر، موقف كذي اللي للحين تذكره ولا الحين مثلا تهاوشتوا مره ابو بدر؟ لا هوش ما نوش في مواقف كثيره يعني، بس إن موقف كذي مثلا لما تشوفه او مثلا تتذكره. هو عزيز انا نفس الاصابه شفت الاصابه هذه؟ إيه لا لا انا قلت له انا قلت له هو بس ناسي، والحين بالفاصل تذكر يوم طق علي مروي على البلنتي كان في 93 يقول عدل؟ اذا يمكن عدل لي 93 اي بالمعلومه قايل ايوب في 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 شغله صارت لي انا الامانه الموقف لما بقوله في موقف كثير، لكن الموقف اللي بقوله ودك انه اللي يسمع الان اللي يسمع يستفيد يعني من هذه الاحداث والمواقف اللي تنقال على الهواء وتنقال. لا في اكثر، في موقف كنت انا يعني في كليه التجاره جامعه الكويت وانا اقل من 18 اروح مع ربعي ربعي اللي بالعداليه، انا بكليه التجاره وربع في التربيه الاساسيه، اروح مع حسين اروح مع طارق مع بسام يوصلوني، ما كنت اسوق سياره، فكنت اتدرب عندنا مباراه على نادي كاظمه وتدرب على السيارة أساس عندي اختبار باكر اللي هو اختبار قيادة تحت 20، فجيت خليت التدريب لأن طلعت من الجامعة ما عندي وقت ومباراتنا الساعة 3 إلا ربع هذاك الوقت، فرحت على طول قطني عند المباراة حق نادي كاظم مشرف إن الله يذكره بالخير
مجبل ابو ايمن امسي عليه بالخير قال ما يلعب، شنو اللي جاي ما جاء مع ربعه بالباص وجاي ما عنده خبر ان انا قال ما تلعب وانا هداف الفريق ومحتاجين يدوروا 20 يوم متصدرين مع السالميه وفريق السالميه فريق ممتاز. كان المدرب يقول ما يلعب خلاص قعد تضايق نفسيا يعني انا ودي العب مع ربعي هذا احد المواقف قعد كان يقول لي قبل المباراه يوم قاموا يسخنون شرحوا له الوضع قالوا له كذا كذا جماعة الوضع يقول خلاص العب قلت لا ما العب لان نفسيا ما كنت مستعد يعني خلاص تاثرت فقعدت فعلا قعدت مو قادر انزل قعد قام اول انتهى 0-0 قام الثاني كان يقول لا تقوم تلعب مو كيفك والله نزلت قبلت الجول الوحيد 1-0 قلبنا السالمية فيها كان هذا احد المواقف اللي يعني قد يكون مرات انت تضحي وهذا وقد تظلم ولكن اصبر واشرح الامور بالطريقه اللي اتوقع لو نفس الموقف الحين يمكن اللاعب ياخذ جنطته يمشي هم صحيح وهذا اللي قاعد يصير يعني هاي صارت في السنوات الاخيره في بعض اللاعبين ولاعبين فريق اول يوصل اذا هو مو بالتشكيله طق جنطته وطق عزكم الله يعني وعز المشاهدين اراده وتوكل على الله وهد النادي ومشى ومع الاسف يرجع ثاني يوم ما تاخذ فيه عقوبه للامانه ابو مشعل كان ابو عائشه كان عندنا مشرفين مدراء فرق بهذاك الوقت على كفاءه وناس كبار ويوجهونك ويعلمونك زين انت غدساوي ليش ما رحت القادسيه؟ صارت لي سالفه مع نادي القادسيه هذاك الوقت كان رحت حاولنا نروح القادسيه مرتين مره كنا تحت 14 سنه صغار انا ويا الاخ عماد البحر الله يذكره بالخير امسي عليه بالخير كنا تمرنا الصيف كله عند القادسيه ولعبنا معاهم الله يرحمه كان فاروق ابراهيم ماسك 17 ولعبنا معاهم تجريبيه وكذا نادي اليرموك ما رضى يعطينا استغناء جاء اللي قلت لك عنه قبل شوي اللي هو اختيار المنتخب 16 فسامينا كانت معهم نادي اليرموك قال يبا ترجعون ولا ما في منتخب رجعنا هذه كانت المحاوله عندكم قبل انتم اي المحاوله فعلا صارت هذه المحاوله الثانيه كانت لما بطلت من نادي اليرموك بطلت ماني لاعب خلاص اخر الوقت مو عشان بطلت نادي اليرموك كان رافض ان اروح القادسيه فكان القانون ما يسمح فيتمون يسجلونك حتى وانت مبطل اي لا انا بطلت شطبوني تحايلنا على القانون مو تحايلنا لعبنا لعبه القانون اللي هو هم اللي بيطبقونه رحت مرنت بالقادسيه الله يرحمه كنا توفى عبد الله العصفور كنت عند العصفور مرني رجعني من واحد الى العب مره ثانيه فت وتمرنت نادي القادسيه ولعبت مع نادي القادسيه حتى مباراه تجريبيه يعني في ذاك الوقت نادي القادسيه رفض انه يسجلني لسبب ما يبي يخسر نادي اليرموك كعلاقات كعلاقات وك يعني قد يكون له مبدأ في 96 شفت الكابتن سعد الحوطي في انتخابات كان يقول لي القادسيه ما راح يسجلونك لسبب انه موضوع اليرموك والقادسيه منو كان رئيس نادي القادسيه وقتها؟ شيخ طلال شيخ طلال 96 ب 96 شيخ طلال ترى استلم 97 الله يشافيه هذا الحكي بس وقت شيخ طلال يعني كان 97 وفوقي فكان لهم وجهه نظر يعني احترمه جلس ابو محمد سعد حوطي قال لي ايش رايك انت خلاص اجي رحت نادي الكويت تمرت عندهم شهر تقريبا ولعبت مع الفريق هذاك الفتره ولعبنا ضد القادسيه في قبل نهائي الكاس الاتحاد اي وغلبناهم اللي صعدنا فيها اذكر انا لعبت مدافع مع ضد حمد الصالح فغلبناهم جمهور القادسيه يقول حق الاداريين يقول لهم هذا تمرن سنه كامله عندكم ما سجلتوا وكان دار النقاش هذا من ضمن ليش ما كملت مع نادي الكويت؟ كملت بس انا جيت متى بعد انتخابات مجلس الامه كان شهر 10 لعبت 10 و11 و1 12 دشينا تجنيد اجباري لان انا موظف الخطوط الجويه الكويتيه اجباري تروح مو تقدر تطوف دشيت ضباط مجندين فكنا ندش الكليه ما نطلع كانوا يطلعوني العب مباريات وارجع بعدين تكلس حاشني تكلس في القدم من الاصابه ردت مره ثانيه احتاج الى عمليه قلت لهم مشكورين منو كانوا وياك الفريق ذاك الوقت؟ عبد العقله الفرحان الموجودين ان شاء الله كلهم اللاعبين نادي زين سلم عليك واحد الاخوان رد عليه بتويتر سلم عليك بلال المساعد وهي والنعم ايه طيب كلمه اخيره تحب تقولها ابو بدر احنا وصلنا الختام الكلمه الاخيره اول شيء شاكر لكم على هذه الاستضافه شرف يا ابو بدر واتمنى نكون احنا يعني ضيوف خفاف على المشاهدين واتمنى ان قلنا شيء يفيد في
الاخوان اللي متابعين. والله استفدنا يا ابو بدر، واحنا استفدنا من جلسه معاكم. الله يجزاكم خير، وتشرفت بوجودي مع الشاشة والكابتن عبد الله ومعاكم، وعساها ما تكون الاخيره ان شاء الله. بس ترى على وعدك انت مع بسام ان شاء الله في حلقه قادمه باذن الله، مع بسام وحتى مع اخوان ثانيين ان شاء الله اشجعهم. وانا الحين اوجه لهم رساله، بالعكس حياهم الله وخلي يجون هنا وخلي الناس تسمع منك. ابو بدر طيب. وعد بس النقطه، وعد البعض قد يقول انا ما بيسولف عن الامور التافهه اللي حاصل الان في وضعنا الحالي، ما تطرقنا مع ابو بدر في هالامر، الصراعات والخلافات بالمره بنسولف كله من اعتزال ذكريات نعم ذكر اي والله، لان معنا شوف ابو بدر ترى رجل يعني هم امانه. انا ليش اقول امور تافهه؟ يتحدث اداريا ويتحدث. انا ليش اقول امور تافهه؟ لانها فعلا نفرت الكثير من نجوم، والله ما يبون يطلعون معنا بدر، يقول لا انتم تجيبوننا عندكم ضيوف بعدين راح تكلمنا عن الصراع ونفقد الكثير والكثير من الجماهير. ابو محمد انا اثني على كلامك الامانه، ما يقولونك العالم اللي انت تقوله، انت بتقول تقول ما تبي تقول تمتنع، ولكن الوضع اللي موجود الكويت ان تملك الموارد البشريه والموارد الماليه ونرجع نصير احسن من قبل، ولكن محتاجين بس تصفيه نفوس اكثر على الاقل. طيب عندنا مشاكل. انا بختم مشكورين الاخوان في شركه النصر، واخوي عبد الله السرحان الاخوان في العلاقات العامه في شركه النصر، ودعمكم لنا بصراحه يعني يشرفنا ويسعدنا، ووجود اليوم اللي بيفوت في هذه الحلقه هم بالتاكيد حافز لمشاهدينا ومتابعينا، فكل الشكر لكم. ابو بدر بما انك ضيفنا اليوم اجل السحب على اللي نبي ناخذ اللي تحت كيف كلهم حظه هذا كلهم والله بس كذي احنا نقولها من باب يعني من باب اول شيء تتوقع السعر ابو بدر؟ اتوقع 50 50 ابو عبد الله 70 70 115 140 هي صح 50 والله بالضبط 49 خلاص اخذ بس والله تستاهل اذا يسمح لنا بس شنو بعد الخصم عليها خصم خاص حاليا قبل الخصم هي 50 50 صدق يا ما في 140 بس ايش رايك حمد الشمري هو اللي فاز احنا متصلين يستاهل حمد الشمري اللي فاز معنا حمد الشمري متصل طالبني اكون بإجابة بس يستاهل توصيه مني يا حمد لا حمد تعال هني مبارك لك فزتك وشوف حمد اذا محلل ابو بدر ياخذها لا يستاهل ويسمحوا لنا الباجي ترى اخترناه وهذا حظه باسمك عزيز المشاهد نشكر اخونا العزيز وضيفنا اليوم اللاعب الدولي السابق لاعب نادي يرموك المنتخب سابقا جمعان العازمي، الشكر لخلف السلامه، الشكر لمبارك الدوسري اللي صراحه يعني خلانا اليوم نتشرف بهذه القامه والهامه الكبيره الحقيقه اللي تشرفنا وجوده معنا، ولا يهونون بالتاكيد الاخوان، شكر لاخوي احمد موسى، شكر لرعاتنا وداعمينا كيو 8 تريد، اطياب المرشود، بن العميد، مطعم سيامي وسطى، مطعم التلسيم وكنافه وعجين، شركة النصر، دير اندير، معرض بريمير سبورت، وكلاجي فوزيوس في الكويت. اخوي حمد جائزتك تكون موجودة عند الاخوان في الريسبشن، اتمنى يعني هي الحين جائزتين، ترى اخوي عادل الانصار انت للحين ما سلم جائزتك، واخونا حمد الشمري اتمنى تجون القناة تستلمون الجائزة. الى اللقاء.